يبلغ طول الجنين في هذا الشهر تحديدا حوالي 40 سنتيمتر، أما وزنه فهو يصل من 900 إلى 1400 جرام. تبدو بشرة الجنين مجعدة، كما تبدأ الدهون بالاختزان تحتها، ويغطي الطلاء الدهني جسم الجنين ووجهه فيحمي بشرته من الماء المحيط به، حتى إذا ولد الجنين في هذا الشهر يكون قادرا على البقاء على قيد الحياة. كما تبدأ الخلايا العصبية في التطور، يمص الجنين إصبعه ويتذوق الأشياء ويشعر بالطعم الحلو والمر. قد يبكي الجنين ويشعر بالألم والضوء والصوت. تكتمل أعضاؤه كلها بشكل طبيعي، يتزايد نشاط الجنين بشكل قوي، وقد يقل إحساسك بحركته، هذا لضيق المساحة التي يوجد بها الجنين في الرحم. إن أهم التغيرات الجسدية التي تطرأ عليك عزيزة الأم في هذا الشهر هو أنه يتزايد وزنك ويصل إلى نحو 2 كيلو جرام، أي ما يقرب من نصف كيلو جرام كل أسبوع، كما تتركز زيادة الجسم في منطقة الأرداف والبطن والفخذين، وهناك احتمالية لظهور صبغة على الوجه والبطن تسمى بالكلف، كما يظهر اللبأ وهو اللبن الذي يخرج من الثديين المتضخمين تلقائيا أو بالضغط عليهما. تزداد الإفرازات المهبلية وتلاحظين بعض الانتفاخات في الأوردة حتى تتكيف مع ارتفاع معدل جريان الدم، وتظهر على هيئة خطوط زرقاء أو حمراء تحت الجلد، وتتحسن حالة الشعر وتزداد كثافته وبريقه عن أي وقت مضى خلال الحمل، كما يكون هناك جفاف في بشرة البطن والسبب تمدد الجلد مما يسبب الشعور بالحكة. من المهم ترطيب هذه المنطقة دائما. أما بالنسبة للأعراض والمتاعب التي تشعرين بها في هذا الشهر تحديدا، فهناك شعور بحرقة في المعدة والسبب زيادة حجم الجنين مما يسبب ضغط على المعدة. للتقليل من حدتها تجنبي تناول الأطعمة الدسمة وتناولي الزبادي واللبن الرايب للتخفيف من هذه الآلام. كما تحدث بعض الانتفاخات وهذا نتيجة لاحتباس الماء في الجسم، وقد يكون هناك ورم خفيف في الكاحلين والقدمين وأحيانا في اليدين والوجه، وقد يحدث نزيف في اللثة في بعض الأحيان. يكون هناك شعور بتقلصات خافتة وتصلب في الرحم لمدة دقيقة ثم عودته إلى حالته الطبيعية، كما ترتفع حرارة الجسم إذ يرتفع معدل استهلاك الجسم للطاقة، ما يترتب عليه الإحساس بالحرارة والتعرق حتى في الأوقات الباردة. تتكرر نوبات الإمساك بصورة أكثر إزعاجا، وهذا نتيجة لتغير في مستوى الهرمونات وقلة النشاط الحركي، كما تزداد الرغبة في التبول والسبب ضغط الجنين على المثانة، وقد يكون هناك صعوبة في الاستغراق في النوم نظرا لزيادة حركة الطفل وركلاته القوية والمتلاحقة، كما تزداد مشاعر الخوف من تجربة الأمومة وعملية الولادة والمخاض، وقد يكون هناك بعض الشرود في الذهن بصورة مستمرة، وتتأرجح الحالة النفسية بين العصبية والهدوء والسعادة والقلق، كما تزداد الانفعالات والسبب زيادة الآلام وشعورك بطول مدة الحمل، وتشعرين في بعض الأوقات بالقلق والخوف من حدوث أي مضاعفات قد تتسبب في ولادتك في هذا الشهر. وهذه بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها في هذا الشهر تحديدا. تجنبي البقاء لفترة طويلة دون تناول طعام، وعند تناول الطعام لا تملئي معدتك لدرجة أن تشعرين فيها بالانتفاخ، واحصلي على وجبات خفيفة ومغذية في الوقت نفسه. تناولي المزيد من السوائل وقللي من مصادر الصوديوم الموجودة في الملح أو الصلصات أو الأطعمة المعلبة. أكثري من تناول مصادر البروتين مثل اللحم والدجاج بالإضافة إلى المصادر النباتية الغنية بالحديد. اهتمي بتناول مصادر فيتامين جيم مثل الليمون والبرتقال والبروكلي والفلفل الأخضر، هذا لتزويد امتصاص الحديد من البقوليات والخضروات. قللي من تناول السكريات والحلويات، واحرصي على تناول كميات كافية من العناصر الغذائية التي تحتوي على الحديد، فتزيد في هذا الشهر معدلات الإصابة بالأنيميا. واحرصي على تناول أقراص الفيتامينات والمعادن التي ينصح بها الطبيب في هذه الفترة، وتجنب السفر لمسافات طويلة في هذا الوقت تحديدا خوفا من حدوث ولادة مبكرة. ولا تتأثري بزيادة وزنك في هذه الفترة، فهو أمر طبيعي إذا كان لا يتجاوز الحدود المعقولة، واهتمي بممارسة المشي والتمارين الخفيفة للعناية بصحتك. تجنبي رفع الأشياء الثقيلة، واحرصي دائما على
على أخذ قسط كافي من الراحة على مدار اليوم. تجنبي ارتداء الملابس الضيقة أو المصنوعة من مادة النايلون. احرصي على إجراء المتابعة الطبية كل أسبوعين لمتابعة وضع الجنين بشكل منتظم. انتبهي إلى أنه قد تحدث أحيانا ولادة مبكرة في هذا الشهر، ويوضع الطفل في الحضانة حتى يكتمل نمو بعض الأعضاء مثل الرئة وحمايته من فيروسات الجو، لأن مناعته في هذه المرحلة تكون ضعيفة.